شباب ما في الهاشتاج قولوا لي شنو الطبخة اليوم؟ حمد وش أكلتنا في الطبخة أول شيء؟ أكلتكم؟ سووا لي قدامكم أكلة. والله؟ والله من المكونات سووا أكلة. روح روح. واضح الكتاب من عنوان. حمد بالله عطنا القداحة. يا حمد ترى عاد جاني هنا فقعت وجهه. مطلق السديد ما هي بغريبة عليك يا زعيزي هذا طبعا. أدري عليك يا زعيزي. زعيزي احترم نفسك. ما احترم نفسي قبل عدل. احترم نفسك. لا لا. احتزم بي. محترم نفسي قبل عدل. لا والله من يوم ما دخلت وأنت قليل أدب. رنا رنا وانت قال لدبك ترى الحشمه للرجال اللي واقفين فك شرك يا رجال كنت فيها رنوا رنوا بعد بعد حمد اتوكل على الله بعد اتوكل على الله ما شاء الله واو شباب هدي لكن العادي خلط لساني دعس خلاص ابشر انت وياه بلا والله بدري عليك يا زعيزي لا لا مو بدري عليك والله ما قد جاء والله ما والله ما قد جاء في ذمتي ما قد ايش ما قد جاء اللي بيسوي تعد حدودك شوف هو جاء ولا لا يا ليل انا بطلع حمد روح امسك لا والله لا والله ما بكمل كذا يا حمد والله ما بكمل ممكن امسك لا لا انا بس بقول لهم شيء بس بقول لهم شيء وقف هني شباب مع احترام شديد لكم اثنينكم في مقدم هني صح يا رجال خلي يحترم خلي يحترم الرجال اللي قدامه اول حمد بعدين يحترم المقدم هو ما يحترم الرجال كيف يحترم المقدم هو حمد حمد, حمد بالله هدي يا ابو حسن هدي انا طالب اقسم بالله العظيم لو مو رجال قدامي نعرف ايش اسوي فيك وليد يا رجال ما ادري على شاربك وليد تعال تعال انا ما عندي بث بث ما عندي والله ما افكر فيك تكفى يا وليد تكفى بالله يا بث ما افكر فيك اقسم بالله شباب انا ماني بكمل لا والله قلت ادب لا والله ما احترمك شوف ايش يقول هو ما احترمك انا بكلمك هو ما يحترمك انا اكلمك ايش انا بكلمك طب شوف كلامك كيف بكلمه انا يا اخي قليل ادب ذا زين قاعد اكلمك ايش كلمه يا اخي تكلم انا انا ما اكمل ما اكمل والله ما تكلم ما تكمل الله يرحم والديك تكفى والله ما عندي بث انا يا زعيزي يا انا ما عندي بث وليد وليد ما تكمل الله معك يا ابن الحرام انا بمشي انا بمشي لا والله ما تمشي والله بقطع ابو حسن لي حشمه ولا ما ابو حسن خلنا نطبخ وتوكل على الله انتوا مو حاشمين خلاص نطبخ انت وكاله لا تطلع وليد لو سمحت خلي يحترم نفسه سكت لو سمحت خلاص وليد اخر مره اقولها كلمه بعد سامحوني والله بالغ المطبخ كامل والله لا امشي والله لا تهدد والله لا الغي الفقره كامله يا وليد لا تهددني وليد تبي تمشي اي بمشي يا رجال الله معاك وانا بدي صايع عليك الله معاك يا رجال توكل الله تعال تعال ايش في ايش في راسك ايش في راسك ايش في راسك يا وليد تعال 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 ابغاك 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 كلمه راس انا كمل فك يدي مصابه فك يدي انا كلمك انا كلمك يدي مصابه فك اطلع لي فاصل يا كنترول اطلع فاصل كنترول توكل على الله نزل يدك مقلب شباب اطلع فاصل كنترول ها 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 لا يطلع فاصل والله بالاثنين لا تنجدون والله بالاثنين لا لا والله والله لا توقف والله لا توقف والله لا توقف تعال انت وياه والله عليكم الله العظيم لا 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 يا بطري بطري حمد والله لا تراني والله مصاب اقسم بالله اني مصاب شوف والله العظيم تري انت عرفت انه مقلب والله العظيم اكلمك بكل جد لان محمد سعيد يضحك اي ضحك يا غبي عرفت انت يا وليد ما تعرف تشدها انت ما تعرف تشدها تضحك لا انت كذا هذه 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 بعدين تنفجر فجاه تدري ليش هذه لانك تضحك تسوي ذكر ها شباب تلفوني النار شوف قيسها شوي انت صدقت بالله لا تلفوني الثاني يا شباب طلعوا بس مشيت عليه موجودك كهو كذا